نتكلم عن تاريخ محمد الحبيب ولد محمد الفراجي اللي هو والدي، واللي أنا نفتخر عن أبويا ونفتخر به كأب اللي عنده تاريخ الحمد لله في المجتمع، وعنده تاريخ في جيش التحرير، وعنده تاريخ في القيادة وفي الداخلية وفي البرلمان. اللي أنا اليوم جد سعيدة وجد فخورة أبويا الزعيم محمد الحبيب ولد محمد الفراجي حيدارة. بويا كان في جيش التحرير في الخمسينات والستينات، وحقق ياسر من البطولات اللي أنا اليوم وجميع قبيلتنا قبيلتي توسة والصحراويين نفتخروا بها لحد الآن. من بعد في الثمانينات كان قايد في بيرات والزاك. البيرات كان ديك الساعة دخلوا البوليزاريو، وكانت الأمور متمشكلة ياسر متمشكيل في البيرات والزاك والطنطان والعيون واسة، وكان بويا فيها الحمد لله حقق ياسر من البطولات وحقق ياسر من الانتصارات لمغربنا، وكانت الضحية عنهم رفضوا له ولده وزوجته من البيرات، والعائلته كامله رفضوها من البيرات وداوها المخيمات تندوف. ديك الساعه باش يعمروا المخيمات كانوا يدخلوا يسرقوا الناس ويرفضوا الناس غصب عنهم، وداوا له زوجته، وداوا له ابنه عنده 40 يوم وزوجته من اللي لحقوها لهيه عقبوا، رغم انها متعرصه معاه عرصوها هما اللي لهيه باش يعني يخلوا التركه وتزيد يعمروا المخيمات. من بعد بويا كان الحمد لله عطاوه قايد في الزاك، وكان معاه الشاعر الحسن اللي يشهد بالبطولات، وكان معاه ياسر من الإخوان اللي يشهدوا ببطولته ويشهدوا بالمنجزات اللي قام بها والدي. من بعد جلت غجيجت عند أيت إبراهيم اللي نشكروهم من هذا المنبر ونقدروهم على الكرم اللي كرموا به بويا والاستقبال والإحسان اللي كانوا يعدلوها البويا، اللي نشكرهم أنا بصفتي بنت محمد الحبيب ومحمد الفراجي نشكرهم من هذا المنبر. في الخمسينات رينا العمال في الخمسينات، وانا بديت في 56 العمل في جيش التحرير، جيش التحرير مع واحد يقول ابو عشرة ومع عدة رؤساء وعدة قيادة من المنطقة الجنوبية، وكانت الامور ماشي بحسن الأحوال، والحمد لله يا ربي ذلك فضل الله تمشيت بخير وزينا في الخير ودلينا على الخير ومشى 55 حضر بالي 55. منين دخلت؟ منين كنت؟ في وكان اتجاه منين؟ اتجاه جيش تندوف. نهارات وإن كان مع أحمد الحبيب مع أحمد الحبيب القائد اللي كان في البويرات وكان في تغاجيت، أنا معه وجميع تنية مثل قدمها
أحمد الحبيب أنا معاه فيه من جهة الدفاع عن الوطن. أيوة سمعت، لأن الدفاع عن الوطن واجب، واجب علينا. أيوة سمعت، نقوم به، وقام به هو أحمد الحبيب الله يجزيه بخير والإحسان. حق أفقراش أفقراش، وحضر حضر في أيام الدفاع عن الوطن. أي أفقراش من الصبح إلى الليل. أيوة سمعت، دفع دفع دافع عن الوطن. حزم حزام الرجال في أيام الحق، أيام الحق أيام المدافع، هو أيام الحق الرجال يمدوا المدافع. أيوة سمعت، الرجال يدافعوا عن الوطن، الدفاع عن الوطن. نيابة عن الده اللي نقدم هون أفل تطلع، عبارة عن سجال وقع زمن كان أحمد الحبيب محمد الحبيب حيدارة، كان هو قائد الوحدات في البيرات، وكان معاه الداه اللي هو الحسين بن محمد بن عبد الله، كان منخرط يعني في صفوف القوات المساعدة آنذاك. ذاك تو كان اللي خلص العسكر تريزوري، وهو اللي يجيب كيسو ويخلص المادة كاملة. غير العسكر ذاك تو فيهم اللي دافع الوثائق كاملة ذاك يتخلص، وفيهم اللي مازال خاص شيء. ومنين جا طلبوه ومنهم قبال الداه على النك اللي تعطينا فضتنا. المسؤول عن دفع يعني مستحقات قالوا معليني ما نقد، هذا اللي جوت معايا محسوب. فمنين عادوا هم يشكوا على رئيس الوحدة اللي هو حيدارة، وعاد يعني هنصر فيه وحمر فيه العين، وعطى العسكر كامل اللي دارش يعطاه له. إذا اللي الأول اللي تكلم في الطلعة الأول هو الشاعر، عاد يقول: أهلا بك اللي جيتنا جبتنا فضة عيلنا، ذاك اللي كنتان نتمنى هم فيا ما قط نشاف، أفتح كيسك ولاهنا ضوب الصول دول خلاص كياف، ذاك الملك أعطاهنا ما فيها شك ولا خلاف. هون عاد طريزوري يقول: غرش عني راجل فضيل خلاص الوحدات وموبيل، وجبت من الفضة قليل ما هو ضوبل وبلا سلاف، يكون اللي محدد ليل والعسكر ما هو هون كياف، خالق شي ما عنده دليل وبلا رقم ولا قط شاف، وانا ما عندي له تسجيل به الما هو دافع الاوصاف، شنو واسيلو يا ليل طويل نعطيه الفضة بالترصاف. اذا هون عاد متانع عنهم المسؤول عن اداء المستحقات. فمني العسكر مشي يشكي على رئيس الوحدة، عاد رئيس الوحدة يعني على لسان رئيس الوحدة على الشاعر يقول: اعرف عني راس الوحدة من لزمك بيها تسهدة، وصل الوحدة كامل وحدة للجيش الملكي تنضاف، وانت عندك كلمة واحدة واسمعها مني قبل تخاف، خلص عنك عسكر مدة واعضل للي دار السلاف، والله يا كانك قلت ابدا يا الشاف نديرك فشكراف، وتكره ذاك اللي قلت غدا وتشوف اللي ما قط نشاف. كانت 79 كانت الحرب، وكانت كنا نخافوا على والدنا منين يمشي للحرب، ومنين نسمعوا ذاك المين والله يتخطاوا ذوك الكرات من فوق راسنا نسمعوهم، وكان الحرب الحرب الحرب، كنا خايفين على ابونا اللي الحمد لله يشهد له الصحراويين كاملين، ويشهد له المغرب كامل بطولات والمجهودات اللي قام بها. وكان الشاعر الحسن كان قال طلع زينة، قال خلقت خليطة بعد هون عملوا هذا الشفارة، والخوف قاع بلا عظام فيك انت يا حيدارة، بكلمة تظلم ما تخاف وانت هو العمارة، والفي الصحراء من كل حد يعرف عنك حيدارة،
بيك لسرك سر جدود راضع لابن البطالة وصحابك ذوك اللي معاك زعماء ورجالة ما يخلعهم زيال دون ولا تخلعهم سيارة. وهذا كنت أنا نفتخر به أنا صغيرة وحاولت نحفظه بس لأنه عاجبني وعاجبتني فيه ذيك عنك ما يخلعكم زيال دون ولا تخلعكم سيارة. ها كان عاجبني أنا في بويا ذيك الشجاعة بويا وذاك بطولة بويا كانت عاجبتني ومرحبتي بكم وسهلا.